عمرو ازيك؟ مساء الخير يا كابتن خالد، وطبعا سعيد جدا اني معاك النهارده، اشمعنى وسعيد جدا النهارده يعني مش فاهم. وسعيد جدا طب ما انت طول بالدوري. عمرك ايه؟ الدوري ولع يا كابتن خالد. اه الدوري سخن جدا، اه الدوري بقى بجد في الملعب، اقترب جدا من نادي الزمالك. خساره النادي الاهلي النهارده خساره فادحه جدا من سموحه. شفنا سموحه قدم مباراه اكثر من رائعه. سموحه فريق كبير جدا، يمكن في الفتره الاخيره كان بيكسب الاهلي، يعني لو تدرجت في بس خد بالك سموحه كسب الزمالك برضو. اه طبعا اه بس هو انا فاكر كان كارتيرون مقعد الفرقه كلها، فريق فاكر؟ كبير. فاكر كنا قبل سجراده، قبل ماتش السجراده فاكر. كان بعد 3 ايام، كان عايز ما كانش يريح عندنا اللعيبه تاجيل، احنا ما كانش حد بيأجل لنا ساعتها، فاكر؟ طبعا. احنا كنا بنلعب 3 ايام لا، واسكندريه احنا ونسافر نلعب بعد 3 ايام في انجولا. ما عندناش حد يأجل. فعايز اقول ان الاهلي يعني النتائج بتاعته بتتحسن مع سموحه، بتتحسن فعلا، لانه كان الاول بيتغلب 3-1، بعدين العمليه تقلصت بقت 2-1، دلوقتي بقت 3-2. فيعني خد بالك سموحه الدنيا السنه، افضل افضل. السنه اللي فاتت برضو كسب الاهلي، انا فاكر في الدور السنه اللي فاتت الاولاني كان هدف، 2-1 حسام حسن اللي هو من اللي نص هو من نص الملعب. الملعب ده. ما انا بقول لحضرتك 2-1، وبعد كده دلوقتي 3-1 3-2، فيعني بتتحسن النتائج. لكن عايز اقول الدوري بقى ساخن جدا. خساره النادي الاهلي النهارده، انت وبعدين فرحت بالخساره دي؟ الفكره مش في الخساره يا كابتن خالد، لا انت فرحت بخساره الاهلي؟ بالتاكيد، لان طالما الاهلي بيخسر معناه ان المنافسه صحيح بتزيد. صحيح، لان احنا في تنافس، مظبوط، تنافس طبيعي احنا يعني. كره القدم في النهايه تنافس، احنا عايزين انت منافسه. حتى انت، انا فاكر انت كنت معايا تمنيت فوز الاهلي على الوداد، فاكر؟ طبعا. لانه طبعا فريق مصري بيلعب باسم طبعا مصر. طبعا الاهلي لما يلعب بره كلنا هنشجعه، تمام، مفيش اي لكن مشكله في في ده. مصر عادي يعني. لا في مصر لا، منافسه. احنا انا يهمني المنافسه. المنافسه بمعنى ايه يا كابتن خالد؟ ما ينفعش فريق ينفرد ويقعد يكسب 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 سواء بعوامل مساعده او باي حاجه تانية، والفرق التانية يضغط عليها. ما ينفعش، مش هيبقى دوري ليه طعم، مش هيبقى المنافسه زي ما احنا دلوقتي شايفينها. احنا شفنا يمكن يا كابتن خالد الدوري السعودي حسم في الرمق الاخير، في المباراه الاخيره، صحيح. في اللحظات الاخيره.